السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة: أرخص قرص استحلاب في مصر والعالم. أقراص الاستحلاب دلوقتي غالية جدا، وصل ثمنها لخمسة وستين جنيه مصري. لكن أنا جايب لحضرتك النهاردة قرص استحلاب سعره 50 قرش. ولمن لا يعرف القرش، الخمسون قرشا تعادل نصف جنيه مصري، والجنيه المصري 1/16 وربع من الدولار. 50 قرش، نص جنيه. طبعا فين المنتج؟ المنتج زوراسي أقراص، أقراص للاستحلاب. اسمه مميز أوي، زوراسي أقراص، لوزنجس، لوزنجس. زوراسي لالتهاب الحلق والتهاب البلعوم والآلام المصاحبة لالتهاب الحلق، يخففها تماما لاحتوائه على 3 مكونات رئيسية. ايه المكونات دي؟ رقم 1 بنزالكونيوم كلورايد، بنزالكونيوم كلورايد كمضاد للبكتيريا ومضاد للجراثيم، يقتل البكتيريا اللي في الزور. طب الألم اللي في الزور هزيله ازاي؟ موجود مكون آخر اسمه بنزوكين، بنزوكين. البنزوكين ده لوكال أناسيتيك أو مخدر موضعي، مخدر الموضعي ده بيسكن الآلام بعد الاستحلاب. رقم 3 فيتامين سي اللي بيساهم في رفع المناعة وصد جميع الميكروبات. يبقى إذن الاسم زورا وسي، تمام؟ سي عشان فيه فيتامين سي، وزورة من الزور، التهاب الزور. طيب محظور على مين؟ علشان فيه مادة البنزوكين اللي هي المخدر الموضعي دي بتسبب فقر في الدم لدى الأطفال، لذلك محظورة على الأطفال لغاية سن 7 سنين، مفيش طفل ياخدها، تمام؟ كذلك الحوامل ما ياخدوهاش. كذلك أي حد عنده ارتفاع في أملاح الأكزالات محظور عليه إن هو ياخد زوراسي، تمام؟ ولا يوصف الدواء إلا بإرشاد ومتابعة الأطباء. طب الجرعة إيه؟ الشريط شكله كده. بالنسبة للأطفال من 7 لـ12 هيستحلب قرص بحد أقصى 4 أقراص يوميا، يعني قرص كل 6 ساعات. طيب الناس اللي من 12 فيما فوق يستحلب قرص كل 3 ساعات، كل 3 ساعات بحد أقصى 8 أقراص يوميا. المنتج موجود سعره 50 قرش بدل الـ65 جنيه، ده مش عايزينه خالص. دمتم ربنا بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، وشكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.